السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. واليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طورطة ديال لاكريم اللي كتجي لذيذة وخطيرة جدا في المذاق، مذاق رائع تحفة وممتازة. نتمنى أنكم تجربوها، غادي تنال إعجابكم. وطبعا نتوما غادي تحضروها على حسب المناسبة اللي غادي تكون عندكم، عيد ميلاد أو خطوبة نجاح، كيبقى لكم الاختيار. خليكم معايا لآخر الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقة. بسم الله. في المكونات غادي نحتاج 200 غرام ديال السكر سنيدة مع رشة ملح، وعندي 5 ديال البيضات حجم صغير، إذا كان البيض كبير 4 كافيين، وجوج أكياس نتاع خميرة الحلوى، وجوج أكياس نتاع الكاكاو المر، وكيس من الفاني، و 200 غرام نتاع الدقيق الأبيض. غادي نجيبو إناء نبداو على بركة الله، كنوضعو فيه رشة ملح، وكنوضع كذلك 200 غرام ديال السكر سنيدة السكر الخشن، وغادي نضيف واحد الكيس نتاع الفاني، ونضيف 5 بيضات، وإلا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 4 كافيين. كما قلت لكم انا عندي هنايا الحجم الصغير. صافي البنات، غادي ندرب داك السكر مع البيض مزيان مزيان كما كتشوفوا، وغادي ناخد جوج اكياس خميره الحلوى، خميره الكيماويه وزن 8 غرام، وناخد كذلك جوج اكياس من الكاكاو المر، كنوضعهم مع الطحين، صافي، وكنخلط الكل جيدا، ومن بعد غادي نغربلهم فوق الخليط ديالنا. صافي، ومن بعد كنحاول نخلط في نفس الاتجاه باش داك البيض اللي طلعناه ما يهبطش، ونضيف كذلك الكميه اللي بقات لي من الدقيق والكاكاو. صافي، ونبقى مستمره بنفس العمليه حتى كنكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. والدقيق البنات ما نضيفوش يعني دفعه واحده، كنبقاو نضيفو شويه مر شويه هكا باش تنجح معنا لا جينواز. ومن بعد البنات انا عندي هنا هاد المول اللي فرشت فيه ورق الطهي ودهنته بالزبده ورشيته بالقليل من الدقيق، كنخوي فيه الخليط ديالنا كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالو. ودابا البنات غادي ندخلوها للفرن باش طيب. صافي البنات، لا جينواز ديالنا هي طابت، غادي نخليوها حتى كتبرد تماما عاد نقطعوها. ومن الاحسن البنات يعني من الافضل نخليوها تبات واحد الليله كامله عاد كتقطع. كنحاول نقطع لا جينواز ديالي غير بشويه، في الاول غادي نتراسي فيها بالسكين، عاد وكنحاول نقسمها بالخيط باش هكا تسهل علينا الخدمه. كما كتلاحظوا البنات انا كملت لها التقطاع بالخيط، حيت بالخيط كيجينا التقطع يعني قياس واحد، ما تجيناش يعني جهه طالعه وجهه هابطه. ودابا البنات لا جينواز ديالنا هي مقطعه، قطعتها الى 3 قطع، ودابا ندوزو للكريمه. وبالنسبه للكريمه غادي نحتاجو جوج اكياس نتاع لاموس شوكولا،
ونحتاج معها 2 كيسان ديال العنبة نتاع الحليب، يكون جد بارد صافي. وكنجيب اناء وغادي نخوي فيه لاموس شوكولا ديالنا، كل علبة فيها 125 غرام صافي. ومن بعد غادي نضيف 2 كيسان نتاع الحليب كما قلت لكم، اللي خصو يكون بارد باش الكريمة ديالنا تطلع بشكل جيد. ودابا البنات غادي نحاول نطلع الكريمة ديالي بالدراب الكهربائي، واللي ما متوفرش عندها ممكن تطلع غير بالدراب اليدوي. وشنو هي؟ كياخد الوقت. الكريمة ديالنا كما كتشوفوا هي بدات تطلع، وهنا حضرت السيرو باش غادي نسقيو لا جينواز اللي متكون بكاس ديال الماء عفوا، ونصف كاس نتاع السكر سنيدة صافي. وكنبقى نسقيوها بهذا الشكل هذا، نسقيوها كامله. والسيرو البنات كنخليوه حتى كيبرد تماما عاد كنسقيو به. كناخذ الكريمه ديالي كنوضعها فوق لاجينواز وكنحاول نسرحها غير بشويه حتى كنغطي الوجه كامل. وإلا كان عندكم البنات أي نوع من المكسرات أو الفواكه الجافة ممكن تضيفوه فوق الكريمة. أنا عندي هنايا القليل من القوقو والزبيب، كنضيف كمية بكمية. وهاد القوقو البنات كيعطيها واحد القرمشة وواحد المذاق اللي هو رائع. كنوضع الطبقة الثانية تاع لاجينواز، كنحاول نقادها واحد شوية، عادو غادي نسقيها بالسيرو اللي عندي بحال الطبقه الاولى. ومن بعد غادي نوضع عليها الكريمه، عادو نرجع معاكم. وبالنسبه للبنات اللي كانوا يستناو الفيديو البارح ينزل باش يشوفوا الوصفه ويحضروها لوليداتهم، كان عصادر منكم اخواتي ماشي بيدي، ما كتبش سبحان الله حتى صوبت الفيديو كامل وفي اخر لحظه كل شيء تمسح، واضطريت باش نعاود الوصفه نزولا عن طلب بعض الاخوات. كنعتذر منكم مره اخرى. المهم البنات كنرجعوا فين كنا، كنوضعوا الكريمه الطبقه الثانيه، عادوا غادي نوضع الطبقه الاخيره ديال لاجينواز، غادي نسقيوها من الداخل كما كتشوفوا، عادوا نقلبها، عادوا كنوضع فوقها الكريمه، كنقادها بهذا الشكل هذا، كنغطيوها بكريمة كاملة من الوجه والجوانب. صافي البنات، ودابا غادي ندخلها للمجمد على ما نوجد الطبقه ديال الكلاصاج اللي هي الطبقه الاخيره. بالنسبه للكلاصاج عندي هنايا 180 غرام ديال الشوكولاته السوداء من النوع الجيد، وعندي كاس ديال القشده السائله اللي سخنتها من قبل صافي. وكنبقى نخلطها حتى كتذوب، راه كتذوب بسرعه البنات. ومن بعد كنخرجوا الطورطه ديالنا من المجمد صافي، كنخبوا عليها داك الكلاصاج كما كتشوفوا. صافي البنات كما كتشوفوا كنحاول نهود بحال الدميعات مع الجناب، وكناخذ الكريمه اللي عندي اللي بقات لي وكان ندير بها وريضات بحال هذا الشكل هذا. والتزيين كيبقى حسب الرغبه والاختيار كذلك.
وصف البنات التورته ديالي انا زينتها بهذا الشكل هذا، وانتوما يعني تقدروا تزينوها باش ما بغيتوا وباللي متوفر عندكم في البيت. وهذا هو الشكل ديال التورته ديالنا البنات، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه جدا شكلا وحتى مذاقا. ممكن توجدوها لأعياد الميلاد والضيوف اللي كيجيو عندكم. نتمنى انها تنال اعجابكم، راها كتجي من ألد ما يكون. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعه، والى اللقاء.